فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الواجب على المسلم عند دخوله المسجد والجماعة في التشهد الأخير، وما الأفضل في حقه؟ إن كان يغلب على ظنه أو يعلم أن هناك من سيأتي فينتظرهم ويصلي معهم جماعة، لأن الجماعة الموجودة فاتت، فينتظر من يعلم أنه سيأتي ويصلون جماعة بعد سلام الإمام. وإن كان لا يغلب على ظنه وجود أحد أو قدوم أحد، فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة ليحصل على الأجر والمتابعة، ولا يفلس من هذا وهذا. نعم.